عارفه انه بات بره معذور مش تقل الدنيا. انا عايزاكي في حاجه اهم، انتي بنت اخويا، واذا ما شلتكيش في بيتي اشيلك في عينيا الاثنين، والاهم من كده انتي مرات ابني، وابني ده كبير العيله واخر جدري فيها، والجدر ده لازم يبقى له فروع ولا اسم افندينا يموت. عارفه مش بايدك، عارفه، لكن احب افكرك انه عاش معاكي قبل ما يروح السجن ظلم 10 شهور وما حصلش. كان ساعتها عندنا وقت، لكن دلوقتي مفيش وقت، ما نقدرش نستنى. اتكلي على الله، يلا وفرحينا. عارفة كل شيء بيد الله، بس برضو جعلنا أسباب، والست اللي ما تعرفش تجرجر جوزها لغاية سريرها ما تبقاش ست. يلا الجدعاني كده وجيب لنا حته عيش. انا هادي عايزاك ضروري. بالسلامه انت يا روحي. اسمعي، اوعى يحصل صرمحه بره المحل تاني، الصرمحه تتم هنا جوه المحل تحت عينيا. شلبي امرني ذاكر لها باب الركلام صفحه 4. اعتبره حصل يا برنس، ده جيل مهبب لا بيذاكر ولا بينيل. يلا يا اختي انت وهي. يلا شلبي امرني الكيت يا روحي. الا مؤاخذه يا نجم. باب الركلام ها؟ أموريني يا نجمة. بقول لك إيه يا مالت؟ أوعى تجيب سيرة الخميس بأياتها حاجة. خميس؟ سيرة حاجة؟ لو حطيناهم جنب بعض يطلعوا إيه يا نجمة؟ جرى إيه يا مالت؟ أنت هتعملهم عليا؟ ما أنت فاهمني كويس. اسمعيني كويس، أنا ابن السوق والكلام لازم يبقى أخد وعطا. عايز إيه تاني؟ مش كفاية اللي أنا عايزه مش هو اللي بيدور في دماغك. أمال عايز إيه يا أخويا؟ تخف رجله من هنا، ويا ريت تقطعيها خالص. شفتي اخر مره جالنا فيها المحل ايه اللي حصل؟ كان هيطربقه، كنت هقلبه فرن بلدي. قدمه علينا نحس. خميس انت عارفه كويس دماغه جزمه قديمه ورمانه ما بتكدبش. عشان عارفه كويس يبقى لازم تيجي منك انت بدل ما حاجه تانية تيجي مني انا، وهو عارف ان رمانه ما بتكدبش. ده انت مش ابن سوق، ده انت ابن دج. والدج يعني كلب، رمز الوفاء والاخلاص، يعني الملطي بيضون. خد مني انا بقى واستلم. خميس هنا كل يوم وعايزني انا اقول له؟ اقول له. عايز انت تقول له؟ قول له يا اخويا. واللي حضر العفريت يبقى قابلني لو قدر يصرفه. سلام يا دوك. شكلها اخباريه في شنك يا سعد الباشا. لسه في اول الليل يا عارف تزهق ولا ايه؟ لا مش مساله زهق بس يعني. هات العربيه دي. ديت؟ لا 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 اللي بعدها. عدي يا بيه، عدي يا بيه. دي سعادتك؟ لا اللي وراها الميني باص. ده اتوبيس مدارس. انا عايز اتوبيس المدارس. تعالى بس رخصك. اركنلي على جنب. يلا يا بيه اركن على جنب. فتش يا عم. وده ايه ده يا نحنوح؟ تباشير المدرسة؟ حدش عنده ضحكة يا سلف. أداري دموعي جواها. حدش عنده فرحة سلف. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عايز دوشة، أبات برا أبات جوه، دي حاجة تبع المزاج والكيف. ماشي، مش عايز عكنانة وبراحتي. محدش عنده ضحكة يا سلف. أداري أمي مالها أمي؟
صوت في البيت. صوت في البيت. مين اللي سجل يعملها؟ ممكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال حفظوا الزومات يخليكم في ظهري. يلا وراه. في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من العصفوره يا فندم. انتوا عارفين تتفرجوا؟ وراه ايه يا ابني في ايه؟ لو قربت مني هذبحها. تذبحها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش، انا هسيب السلاح اهو عشان تطمن. حاجه يا ابني، سيب السكينه اللي في ايدك دي. ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقة؟ ولا اتنين؟ ولا زيادة؟ ايوه هي زيادة. يلا يلا ولا اي حاجه. زمن الوحوش في ناس ما يرحموش، زمن الوحوش حوش يا رب. في الزمن ده اتغيرت نفوس. القرش يعلي صاحبه يتلم عليه كتير، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه كتير، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه. لا 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 لا. الو بتقول ايه؟ واد اتمسك؟ طب ما الحكومه شغاله كويس اهو. امال بيقولوا عليها عطلانه ليه؟ انت عارف هتعمل ايه كويس. احنا في زمن الوحوش في ناس ما يرحموش، زمن الوحوش حوش يا رب. ازيك يا مال؟ عايشين في هوا معاليك يا باشا. عايز اشوفك كل بكره الساعة 6 عشان يعزم. أمرني، أنا هنا عشان تأمرني. رمانة جاهزة؟ جاهزة، ومستنياك حباية حباية. برافو يا مالدي، هات البلط وحصلني. أمرك. إحنا في زمن الوحوش، ناس ما يرحموش. ياض حب على رجل سيدك افندينا. ياض انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحه يا زوز، شويش يا مطي، ده مهما كانت عدى اسير حرب.
يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي، ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد راي الرجاله عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطيه يا رجاله اللي تقول عليه يا افندينا؟ شفت، لازم اخد راي رجالتي، مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انتصاص الليالي على بيت افندينا. المره اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مغطي. ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته، وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه مش عاوز تقولي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضيه دي كلها ودي فيها اعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ ابصلي، خايف من ايه؟ في ايه تخاف منه اكتر من الاعدام؟ اطرد! رد عليا يا غبي. تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري. شحتة مشاعل، صحفي في جريدة الشعلة، ومحتاج اعرف من حضرتك اسرار العملية، واسم الباشا هيكون في المانشيت. آسر منصور يواجه المجهول من أجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المنشط؟ هات الكاميرا دي بتاعت الجريدة. هات. أنت دخلت هنا إزاي؟ ما أعرفش. والنبي ما أنا سايقه، والله بحبه. والنبي ما أنا سايقه، والله بحبه. طب هو صحيح. الله ده باينه بجد. ايه ده باينه صحيح. الله يلا وين الشعب ادينا. يا رمانة انت مستخبية مني ولا ايه؟ لا ابدا يا باشا، انا موجودة اهو. انت عارفة مبدأي اللعب على المكشوف. انت مش لابسة كتير قوي يعني عشان تاخدي الوقت ده كله. اطلعي بقى عشان ما زهقش. حاضر يا باشا، أمرك. تعالي هنا، مفيش حد غريب. الله، مالك متخشبة كده؟ معلش يا باشا، أنا أصلي تعبانة شوية. هو قديم بس مقبول. الكلام ده ما ينفعنيش وانت عارف كده كويس. مين قال ما ينفعش؟ انا قلت ما ينفعش؟ هو قال ما ينفعش؟ انت قلت ما ينفعش. اللي اعرفه كويس انه لازم ينفع يا نجمة. انت ايه يا اخي؟ ما بتعتقش؟ ما كفاكش اللي لهفت من ورا نحش لحمي كل السنين دي؟ اعتقني بقى وسيبني اروح لحالي. اسمعيني كويس،
انت طلبت مني ما افتحش بقي بكلمه وانا طوعتك. انت كمان لازم تستهدي بالله وتنفذي كل اللي بطلبه منك. وبعدين عايز اسالك سؤال، هتروحي فين؟ وير يو جو؟ اجو مطرح ما جو يا اخويا، مالكش فيه. وبعدين لعلمك بقى، خميس لو شم خبر هيقفش جامد، وانت عارف كويس ممكن يعمل فيا وفيك ايه. احنا ليه نوصل الحكايه لكل ده؟ ما احنا ناس كبيره ودماغنا موزونه ونعرف نلعب صح، نعرف نلعب على كله ونعيش كله ونكسب من كله. وزي ما قالوا في الامثال، كله على كله، لما نشوف افندينا اوعى نقول له. طبعا الملط بيضون جاب ورا ولف الحوار وحاول بيه سكه تانيه، وكله لاجل عيون المكسب. هو المكسب وحش؟ كلنا هنا عايشين عشان خاطر المكسب. انتي لما بتهز وسطك مش عشان تترمي تحت رجليك الخمسات؟ ولما بتترمي تحت رجلين افندينا عشان يحمي ظهرك مش ده برضه عشان المكسب؟ ولما بتنزلي تقعدي مع الباشا تحت عشان يحمي حب الرمان ما يتبعترش على ترابيزات الزباين، كل ده عشان ايه؟ عشان الفايف باوند. صحيح الاصل غالب، وقليل الاصل بس هو اللي ينسى كان ايه. لو من ناحية دي انت اصيل قوي. يبقى نعمل ايه؟ نهدى، نستهدى بالله، ونعقل وننتبه لنقمة عيشنا، وما نفتحش على نفسنا ابواب الفاير جهنم يعني يا حياتي. وزي ما قالوا في الامثال، اللي على راسه بطحة يلبس لها باروكة. ميرسي يا روحي. ادينا نمنا وصحينا. افهم بقى، سمعوني. اللي عملناه ده كان في مصلحة الكل. أنهي كل؟ أنهي كل يا حاج؟ دي ناس اتجرأت وصلت لحد البيت، أسيب الكلب بتاعهم يروح إزاي؟ اهدى بس يا خميس، إحنا لسه بنقول يا هادي، وأنت لسه طالع والعين عليك، والحكومة لو شمت خبر. إيش دخل الحكومة في اللي أنا بقوله؟ ولا إحنا خلاص خدنا على الضرب؟ الرصاصة اللي اتربصت لك ردينا عليها يا خميس، واللي حصل إمبارح ده مش هيعدي بالسهل. برضك ليه رد؟ ورديت على الرصاص ازاي خير؟ بوظ للنوح عملية تقيلة، دافع فيها قرشين حلوين. قال؟ اه. بوظتها له ازاي؟ إخبارية للحكومة. ده كلام ده يا خل؟ ده كلام؟ من امتى ردنا بيبقى غدرة ولا خيانة؟ ومن امتى بندخل البوليس في اللي ما بين ده؟ لا إله إلا الله، عملتك دي لو اتكشفت مش هيتأمننا هما تاني في السوق، ولا حد هيهاوب ناحية شغلنا. اهدى بس يا خميس، دي قرصة ود. ده رد رخيص، ده رد رخيص يا حاجة. ما ينفعش يطلع من ناحية أفندينا ولا يطلع من إيدينا بوسهنا. ايه؟ ايه ده؟ راح فين؟ سيبها تروح يا خميس، عندها ميعاد مع الدكتور. ماشي روحي، بس ما تروحيش لوحدك، خلي الزوز يوصلك. يلا زوز. امر افندينا. يا ملط، يا ملط عزة، فين؟ في ايه يا خميس؟ ومين غيرهم له مصلحه يا ولد؟ بس اللي حصل حصل في نفس الوقت يا كبير، يعني ما يلحقوش يوضبوها. اه بس ده بقى رد الرصاصة يا حمار، مش حكاية العيل يتمسك. لا لا لا، ودي بقى دماغ ابو سنة مش دماغ خميس. اشمعنى يا معلم؟ عشان خميس ما يلعبش لعبة وسخة زي دي. جرالك يا معلم، مالك عمال تطبل له كده ليه؟ انت ناسي عمل ايه مع عيالك؟ لا مش ناسي يا خفيف، بس بقى وصول الكار انك تعرف ميزات عدوك قبل ما تعرف عيوبه. ده انا عاوز تبقى كبير يعني. انا لا عايز ابقى كبير ولا عايز ابقى صغير، من النهارده كل واحد فينا يعرف شمس البلاد وتطلع منين. خساره. اه على كده على طول، كل ما اتزنق يخلع. معلش اصبر عليها مطره بكره يعني. الحكايه بوخت قوي يا معلم. انا لا بقيت حمل لخبطه براءه ولا حمل الغازك. انا بقى عايز اعرف راسي من رجليا في الليله دي. صبر يا مطر. ايوه يعني ناوي تعمل ايه؟ شفاعه، روح السلي كده ورا الواد اللي اتمسك.
واعرف اذا كان قال حاجه وقع بحاجه، وما ترجعليش الا وانت معاك المفيد، مش هتبقى فلوس وسمعه. حصل يا كبير. انت ما بتفكرش غير في الفلوس وناسي غريب خالص. ما قلتلك الصبر يا مطرة. الله، هو السمع بقى بعافية ولا حاجة؟ مش يا معلم، هصبر هصبر. معلم أخبية، ما تهدي نفسك شوية يا معلم، صحتك. هذا ازاي وانا عايش في وسط دول؟ دول ولا دول مش مهم، المهم صحتك انت يا سيد الناس. انا جبت لك القهوة والنتيل. سكر عليك سوريا. بات يا سوريا، عايزاك. سيبي سوريا تظبط لي الحجر، النار اتطفت من قركو. انفخ لك فيها يا معلم؟ لا لا لا، هوى عليها تقوم تشعلي. حاضر. اهو هوى 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 كده؟ لا هوى هوى اهو هوى هوى لغاية ما تشعلي. اهو الحجر ولع يا معلم. مش لوحدي وربنا، ما هو لوحدي ده كل الحجارة ولعت. بقولك ايه يا بنت؟ نعم. ما تمسح كده ظهري شويه عشان يفك، عشان انسى الهم اللي فوق نفوخي ده. من عينيا الاثنين، بس مش قدام الرجاله. انا هسبقك على فوق حضر القعده. خلاص. عين عليكي بنت متعاونه، بس محتاجه مجهود. لازم اطلع فوق، لازم. ما تيجي يا بنت وامشي الرجاله. ها يا علي، طمني. اتكلم ولا نطق بكلمه، نفس اللي قاله لك يا اخي. زي ما يكون مربطين لسنتهم من على بعد وبيحركوها بالموت كنترول، يمين يمين شمال شمال، مربينهم على السمع والطاعه خالص يا باشا. زي الغنم عصايه واحده تمشيهم صف واحد. الواد علي بحاول افهمه واقول له ان الحكايه دي ممكن توصلك للاعدام، ولا كانه سامعني. نزلوا فيه ضرب طول الليل، انه ينطق بكلمه ابدا. جتتهم نحست من كتر الهباب اللي بيبلبعوه ده، ما عادوش حاسين بحاجه ولا حاسين بالدنيا، فصلوا عن الدنيا خالص. جبنا اهله وعيلته ومراته وعياله، نفس القطعيه نفس التناحه والسنتحه، اكنهم ضاربين من نفس الشريط. علي، انا عاوز اعرف كل حاجه عن الواد ده. يا باشا بقول لك جبنا اهله وعيلته ومراته. يا علي انا ما اقصدش ده، هما اهله يفرقوا عنه في حاجه؟ انا عاوز اعرف اصحابه اللي بيشتغل معاهم ويشتغلوا معاه، اللي بيكلمهم ويكلموه. هم دول يا علي اللي في الاخر ممكن يوصلونا لاول خيط نجيب بيه اخر السجاده. اوامرك مدام كرامه. الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه، احنا كنا تقدمنا كتير كتير قوي، انما بس اللي حصل دلوقتي انا شايف ان الحاله اتاخرت جدا ومش لاقي تفسير لدوت. انت مش ماشي على علاج ولا ايه؟ طبعا ما في ايه، بس الحقيقه انا توقعت لما جوزك يرجع ان حالتك هتتحسن. في حد مضايقك؟ طب في حاجه مضايقاكي؟ ايه هي؟ لازم تكوني صريحه معايا عشان اقدر اساعد في علاجك. اطمئني هتخلفي باذن الله، بس كل حاجه هتيجي في وقتها. ثقي انك ممكن تتكلمي تاني. انت صحيح جيتيلي متاخر، لكن انا ما زلت عندي امل، انما اي حاجه تانيه بقى ممكن تستنى. لازم تعرفي ان الادويه اللي انا بديها لك ديت ما ينفعش تاخديها وانت حامل، هيبقى في تعارض بين حملك وبين العلاج اللي بديهولك. ده غير الاهم ان انت مش مهيئه نفسيا في الوقت دوت لحمل طفل والأمومة. أنا مش عايزك تكوني متضايقة من صراحتي، بس لازم أكون صريح معاكي عشان تقدري تساعدي نفسك وتساعديني في علاجك. مدام كرامة، ممكن أطلب منك طلب؟
يا ترى جوزك ممكن يشرفني هنا في العيادة؟ طيب طيب خلاص براحتك. حاضر حاضر فهمت، وبوعدك حتى لو قابلته بالصدفة مش هجيب له سيرة الخلفة دي نهائي. حاضر حاضر اطمئني، أهم حاجة بس إنك تنتظمي في العلاج وأنا أكتب لك دواء إضافي، ويا ريت يا مدام كرامة أشوفك الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. مدام كرامة، هو جوزك بيشتغل ايه؟ شو؟ بلغني ان مراتك مش هنا، قلت اجي اعمل الواجب. لو انت ما بتعرفيش تعملي الواجب الفوض النوم. الواجب واجب في اي حته. شكرين يا بنت الوصول يا زوق، أنا أصلاً خارج. طب ما يلزمش مني أي حاجة قبل ما تخرج. ما يلزمش. متأكد؟ متأكد. حاجة كده ولا كده؟ ولا كده ولا كده. راشو، أنت بتثبتيني ولا إيه؟ معاش اللي يثبت. إيه؟ معاش اللي يثبت أفندينا. بس انت لو طلبت لبن العصفور هيجي لك لحد عندك هو بذات نفسه والعصفور. طب ما سكه بقى عشان يطير. العصفور. طب ما يطير. هو انا ماسكاه والدنيا براحة ايه؟ يتوب علينا ربنا. بقاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه بقاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. اوعد اهل دايرتي الكرام، اول ما رجلي تخطي عتبه المجلس لازم لا منطقة ولا فرد اتواجد. بقاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه بقاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. واوعد اوعد برضو اهل دايرتي الكرام، اول ما تمسمر في كرسي المجلس اوعدكم بالعيشه الكريمه بلا ذل بلا اهانه بلا ضرب عن قفا. بقاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا افندينا، صباحنا زي الفل يا علوفة. اتفضل. هو فيه؟ لا دي الحملة الانتخابية بتاعت بجاش المري. مش ده الواد بجاش بتاعنا؟ اهو بعينه. من بلطجي انتخابات اللي مترشح؟ هي بقت بالدراع ولا ايه؟ على قولك اهو قاعد جوه عمال يقول اهو. تحب تبص يا فندينا؟ ابص. انما قول لي مكتوب ايه الاول؟ بجاش المري في حلو ومري. ولا اتاوى ولا غرامة، بكرة الشعب عنده كرامة. كرامة؟ اه مكتوب كرامة؟ اه مكتوب كرامة. اتفضل شيشة المعلم يا ولا كوارع. ولا يا جنت الشباب كرامة، بكرة الشعب عنده كرامة. ولا اتاوى ولا غرامة، بكرة الشعب عنده كرامة. جنت الشباب اللي حمينا المعلم خميس افندينا. اسم الله عليه اسم الله عليه. يا اهلا وسهلا بافندينا خطوه عزيزه عبد الله على السلامه. اسم الله عليك اسم الله عليك. تعالى كتكوت. تعالى البيت. يا باشا ريحوا الرجاله. هموت يا بيس مرعوبه. ايه بس استهدي بالله يا ابله والمصحف الشريف ده، انا حاسه انك واخده عين. عين ما صليتش على النبي. عين وايه؟ مركزه. عين ايه بس؟ خميس خرج والملط عايزني اكمل مع الباشا، وانا محتاسه مش عارفه اعمل ايه في النصيبه دي. وده يا اختي ايه اللي فكر الباشا بينا تاني؟ ما هو كده يا اختي، يختص يختص ويقب تاني فجاه. اللعب على الكيف زي ما هو بيقول. طب ما تقولي لافندينا وهو يتصرف.
لا انت جننتي؟ انت عايزاه يموتني؟ طب ما هو الباشا لو حس هيخلص عليكم انتوا الاثنين. ما هي دي النصيبه يا اختي، عشان كده انا مش عارفه اعمل ايه، ولا عارفه ارجع للباشا، ولا عارفه اتحمى في خميس. طب استهدي بالله بس كده، انت وصلي على النبي، وانت ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الحل جاي لك من عند ابو خيمه زرقاء. انا عارفه ان ملهاش حل غير رقبتي. يا شفاعة طمني. البضاعة مين؟ وصلت بألف سلامة وفي طريقها على هنا. الحمد لله. عاوز بقى أنت تجهز لي الاسطبل وتخلي لي السك على الآخر، مش عاوز جنس عامل موجود غيرك أنت وخرفوش ورز، فاهم؟ أمرك يا كبير. وجيب لي براءة من تحت قطيل الأرض لغاية ما أصلي ركعتين شكر. براءة؟ ليه يا كبير؟ ولا ما تشغلش دماغك، لا تاخدها الناحية التانية. ها؟ حصل يا كبير. فاكر يالا؟ فاكر يالا؟ ولا شفاعة؟ ها؟ أنت بقى لقط الزبون، عرفت الحبتين وجاي تبيع بيهم. يا فندينا طباخ السن بيدوقه، وأنا بقالي سنين ياما واقف قصاد باب المجلس أدخل ده وأمنع ده، واقول لده يقول واقول لده يسكت. الدنيا اتلخبطت خلاص، محدش فاهم حاجه، والبشوات اللي كنا واقفين وراهم فجاه بخ فص ملح وداب. لقيت نفسي واقف قصاد الباب لوحدي، قلت اخش. خش يا اخويا، خش وماله، ما يضرش. الناس تعبانه يا فندينا، لازمها دكر يقف لها في وش الدنيا وبلاويها. على فكره أنا اخترت رمز الوطوات لأنه يناسب المرحلة. ما هو بجاش هو وطوات المرحلة، أمال عضلات منفوخة، جيتها واخد راحتها، مش باين لها طول من عرض، على قفا إيه بسم الله ما شاء الله، 7 متر رايح جاي، شعر مغرد، عينين دبلي ملانة من النهب والفردة والأتوات، يعني بدل ما الناس يغنوا لك خوف، لا يغنوا لك شرعي. ما انت الدكر المنتظر بقى يا سيدي. الدكر؟ الدكر هو خرج من العشة ورجع لأهله وناسه، والكل بيتبارك بيه، وأنا أول المباركين. أنا في ديك الساعة فندينا لما تقف معايا في الانتخابات، ده أنا كده تبقى اتفتحت لي طاقة القدر، والدنيا زهزهت، والحظ أنتم معايا. يا أخويا ما كانش باين عليك لما شفتني، ده أنت تهتهت وريقك نشف واتنيلت بنيله كانك شفت عزرائيل. ايه بياض؟ ده انت بلطجي قديم. بلطجه خلاص بقت قله قيمه. اي عيل ومعاه شله من اصحابه يقلع ملطه ويمسك سنجه ويثبت اهل حتته. البلطجه عيلت. بصيت حواليا قلت اشوف لي سكه تانيه. وبدل ما تقفش من جيوب الحاره او تقفش من جيوب الكل، بقول لك ايه يا بجاش؟ نعم. في الهتاف هنا في الاخر كان فيه بيقولوا حاجه كده، الشعب عنده ايه؟ كرامه. غيرها ليه؟ ما يصحش. عندك حق، ما تناسبش المرحله. بسم الله عليك. والمصحف ما قلت حاجة ولا اتكلمت ولا جبت سيرة حد، والمصحف ما قلت حاجة. ما تخافش، ما أنا عارفك طول عمرك راجل وجدع. خايف ليه؟ خد مخمخ ماشي، طلعنا نور.